عمرو تقول لها الكلام من ورا. حاضر. ما هو انا قبل خليك زي ما انت كده زي ما انا انا اوت. حلو قوي. لما تلبس بالمره ما هو القميص جاي من لسه ما وصلوش. وصلوا جابوا اه على الباب هم جايين. This is for the TV يعني. ادي السيناريو الاستاذ عمرو يقرا لنا الديالوج يرد عليه. بص هو ده هو. اصبع انت عملتي ايش؟ ولا عدو شو انت عملتي ايش؟ اصبع عليك اقول لك. اصبع عليك في ابني هو اغلى ايوه ولا خليك والله ما فهمت. بس صح كده خلاص. انا عايش دي حاجه مظبوط. انا شويه 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 فوت اساتذه لورا. خلاص يلا كمان. خلاص يا اساتذه يلا فوت. سما روح اوكي. عمرو هيرد لك من ورا ال كمان. هقول لها انت عملت ايه يا عيشه. هو واقف هنا شمال. عملت ايه يا عيشه؟ شوف عشان حاجات تانية. حاجات كتيرة حلوة غير ال لا دي انا قلتها. ما انا عارف انا هاخد عشان هاخد ال انت عملت ايه يا ايش؟ غصب عني. بص يا ماما البخ كده الحق. مين الباكر حق؟ اه القميص جاي مش مشكلة. اوكي روفا سكوت. فين الصوت؟ هنا عزيز كمين. الصوت فين؟ افتكر الصوت ده صامد. يلا يلا علقها هنا علقها. انت عملت ايه يا ايش؟ ما تعودتش اني ابقى مسؤولة عنك. ما تعودتش اني ابقى مسؤولة. عمري ما كنت مسؤولة. انا تعودت ما بقاش مسؤولة. طب يلا روفا اتفضل سكوت. اتفضلي. انت عملت ايه يا ايش؟ غصب عني خفت منك ومن نفسي. انا عمري ما تعودت اني اكون مسؤوله عن حد. فجاه لقيت نفسي مسؤوله عن اتنين. ما قدرتش. سامحني. فين ابني يا عيشه؟ يعني انا مش راجل ولا ايه؟ انت سيد الرجاله. بس انا اللي جبانه. خفت. ومين اداك الحق ده؟ مين اداك الحق تقتلي ابني عايشه؟ انت متاكد انه ابنك؟ ايه؟ قولي انت. قولي اللي انت قلتيه تاني ده. يعني احنا هناخد مش كله كويس. قول انت لحد هنا. هناخد لحد فين؟ هناخد اللي هي الاول دي. قول اللي انت قلتيه تاني. اللي هي عمرو ايه؟ قول اللي انت قلتيه تاني. هو ده نفسه؟ لا انا كده. فيري نايس. فيري نايس.
انتاج بعد الانفعاله انا هوش تروكاش بعد لسه في انفعاله. طيب احنا هنخلص المشهد لحد الاخر هنقول لا احنا هنقول مونولوج يسرى اللي هو غصب عن انت بتقول لها يعني انا مش راجل يا عيش. لا سوري انت عملتي ايه اللي عملتي يا عيش غصب عني في ابني يا عيش يعني انا مش راجل يا عيشه عشان تديني هي الرياكشن. اوكي ومين اداك الحق ده؟ اه بتقول لك انت سيد الرجاله. ومين اداك الحق ده؟ مين اداك الحق انك تقتل ابني؟ مين اداك الحق ده؟ مين اداك حق انك تقتل ابني؟ انت يعني متاكد قوي ان ابنك ممكن تقولها له بتحدي اكتر بس لحد ممكن تزعقي فيه تخضيه يعني كريشندو في الانفعال. ازعق قول اللي انت قلتيه تاني يعني انت متاكد ان ابنك يعني ممكن نعملها كده ونعملها كده ونختار ال اوكي اتفضل اوكي نصور اوكي ولا بروفا كمان؟ لا نصور صور هنصور يا جماعه سكوت جاهز يا استاذ كمال اتفضل صوت صوت اتفضل يا بيه اتفضل معاك دور كلاك اثبت كلاك 79 12 اول مره اكشن. انت عملت ايه يا عيشة؟ غصب عني خفت منك ومن نفسي عمري ما تعودت اني اكون مسؤول عن حد فجأة لقيت نفسي مسؤول عن اتنين ما قدرتش سامحني. فين ابني يا عيشة؟ يعني انا مش راجل يا عيشة؟ لا انت سيد الرجالة بس انا اللي جبانة خفت. ومين اداك الحق ده؟ مين اداك الحق انك تقتلي ابني؟ مين قالك انه ابنك؟ ايه؟ قولي اللي انت قلتيه ده تاني. انا كذاب انا كذاب ستوب ده مرة تانية هاي